وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية 43 من سورة النحل عن ابن عباس في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقال ابن عباس قال أهل الذكر هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان، وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. والله ما سمي المؤمن مؤمنا إلا كرامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. رواه سفيان الثوري عن السدي عن الحارث، وذكر المصادر وذكرت المصادر التالية هذا النص في روح المعاني الجزء 14 صفحة 134، تفسير الطبري الجزء 14 صفحة 49، ينابيع المودة في الصفحة 119، شواهد التنزيل الجزء الأول صفحة 324، وغيرها من المصادر. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الآيتان 214 و215 من سورة الشعراء. روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل بيته 30 فأكلوا وشربوا، ثم قال لهم من يعينني على ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون معي في الجنة؟ فقال علي أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله أنت، بمعنى أي أنت خليفتي. ذكر هذا النص أحمد في مسنده، أي في مسند أحمد، وكذلك هذه الرواية ذكرت في تفسير الثعلبي حيث قال أن النبي صلى الله عليه وآله قال 3 مرات من يعينني، ويجيبه علي عليه السلام، فلم يجبه إلا علي. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الآية 12 من سورة المجادلة. نزلت هذه الآية لتنهى المؤمنين عن الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وآله والمناجات معه، إلا أن يقدموا صدقة قبل أن يتناجوا مع رسول الله. فحينما نزلت هذه الآية لم يتصدق أحد من الصحابة لملاقاة رسول الله ومناجاته سوى علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث ذكر هذا الخبر في الجمع بين الصحاح الستة وفي تفسير الثعلبي ورواية ابن المغازلي الشافعي في آية المناجات، واختصاص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بها. تصدق علي بدينار حال المناجات
ولم يتصدق أحد قبله ولا بعده. ثم قال علي عليه السلام أن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، وهي: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، إلى آخر الآية، حيث أكمل حديثه أمير المؤمنين حيث قال: وبي خفف الله تعالى عن هذه الأمة فلم تنزل في أحد من بعدي. المصادر: مستدرك الحاكم الجزء الثاني صفحة 481، أحكام القرآن للجصاص الجزء الثالث صفحة 428، خصائص النسائي، تفسير الطبري في ذكرهم لهذه الآية. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الآية 35 من سورة النور. روى أحمد بن حنبل في مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم ب14,000 عام. فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور إلى جزئين، فجزء أنا وجزء علي. المصادر: أحمد بن حنبل في مسنده في كتاب الفضائل، مناقب ابن المغازلي صفحة 87، ميزان الاعتدال الجزء الأول صفحة 507، مناقب الخوارزمي صفحة 46، ينابيع المودة صفحة 10 وصفحة 83، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الجزء الثاني في الصفحة 430، وغيرها من المصادر.